بشكل عام خلونا نسمع الأول تعليق معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق معنا على التليفون، وندردش طبعا مع معالي السفير عن القمة وأهميتها. مساء الخير يا معالي السفير، برحب بحضرتك. أهلا يا أستاذة لب. أهلا وسهلا بك يا فندم. يعني توقف حضرتك قدام القمة النهاردة، شفت إزاي انضمام الاتحاد الأفريقي، طبعا بعض الرسائل المهمة للرئيس النهاردة من خلال كلمته. طيب خلينا نتفق يا استاذ لبنى، زي ما تفضلتي ان احنا امام التجمع الاهم للاقتصاديات الاكبر والاسرع والاكثر تاثيرا على المستوى العالمي، واللي بيضم 85% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي على المستوى العالمي، 30 سكان العالم، 75% من حجم التجاره. هذه الاليه إذا ما انضمت إليها دول إفريقيا والعالم الثالث، إذا ما عبرت رؤى كما هو الحال في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تتحول قمة مجموعة العشرين إلى منتدى أو آلية تستمع فيها الاقتصاديات الأكثر نموا وتأثيرا لرؤى العالم الثالث ولقضاياه وللتحديات الاقتصادية الملقاة على عاتقه، واللي بعضها أو أكثرها بسبب السياسات، سواء كانت سياسات أمنية وعسكرية كما هو الحال في روسيا وأوكرانيا، أو سياسات اقتصادية من خلال السياسات المجحفة لآليات التمويل الدولية. وبالتالي وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقله لرؤية مصر ورؤية إفريقيا والعالم الثالث وانضمام الاتحاد الإفريقي لعضوية مجموعة العشرين كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، هم 19 دولة والاتحاد الأوروبي هو العضو العشرين، وبالتالي وجود الاتحاد الإفريقي سيسمح كما فعل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعبير عن رؤى العالم الثالث وإفريقيا والتفاعل مع الاقتصاديات الأهم والأكبر للحصول على مكاسب وحوكمة سليمة للاقتصاد العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، بما يتيح للدول الإفريقية ودول العالم الثالث للحصول على حقوقها في اقتصاد عالمي أكثر عدالة وأكثر اقترابا من مصالح. اليوم في نيودلهي صدر بيان ختامي منذ قليل، أنا أعتقد أنه البيان الأهم والحظى برعاية هندية الحقيقة، لابد من التوقف عند دور الهند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي اللي حرص خلال يعني اقل من عام على الالتقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاثة مرات في مناسبات هامة ورئيسية، من يوم الجمهورية عيد استقلال وإنشاء البرلمان في الهند في 26 يناير، وزيارتي لمصر منتصف العام، والآن في دعوة الرئيس لقمة العشرين. الحقيقة كلمة السيد الرئيس النهاردة كانت كلمة رفيعة المستوى، عبر من خلالها عن هموم العالم الثالث وعن رغبته في نظام متعدد الأطراف تتحمل في المسؤولية المؤسسات التمويل الدولية التي يجب أن تستجيب للأزمات، الهياكل المالية المختلة ومؤسسات التمويل بسياستها وبرامجها المكحفة، كل هذه الأمور والمشاكل الهيكلية خاصة مشكلة الديون تحدث عنها السيد الرئيس، والمعونات التنموية التي يعني تتكتف أو تكتفها ولا تحقق أهدافها المشروطية المكحفة، وطبعا ده أدى لاتساع فجوة التمويل بالإضافة بالطبع لتعويق فرصنا كدول عالم ثالث وافريقيا. عشان كده الرئيس النهارده واحنا بنتكلم على اولويات القاره الافريقيه، يمكن انا اشرت من شويه معالي السفير ان اكثر من قمه سواء اوروبيه روسيه ما الى اخره متعلقه بالقاره الافريقيه، لكن احنا عايزين ايه؟ زي ما بيتقال كده الرئيس النهارده اتكلم على اولوياتنا، مؤسسه التمويل الدوليه وشروطها، اتكلم على البنيه التحتيه، اتفاقيه التجاره الحره القاريه واهميه تفعيلها، فانك لما يبقى عندك اجنده عمل او تحط انت اولوياتك او انت محتاج
ايه من دول العالم المتقدم، اتكلم على دمج يعني اقتصاد الدول الناميه في النظام العالمي. بتشوف ده ازاي استكمالا لرؤيه حضرتك معالي السفير في ظل الاهتمام الدولي حاليا وهي محل صراع القاره الافريقيه؟ بالتاكيد استاذه لبنى، الرئيس توفي رئيس النيبات اللي هي اللجنه التوجيهيه الرئاسيه للنيبات، هو حدد فعلا يعني دفع التكمل الاقتصادي والتجاره القاريه وحشد التمويل الدولي في مجالات عديده، بنى تحتيه، طاقه، اتصالات، وتامين الغذاء، عالج ديون القاره. كل دي نقاط انا تابعت البيان الختامي ووجدت ان كل ما ذكره السيد الرئيس تم تضمينه ضمن ال 83 نقطه التي صدر بها اعلان، اعتقد انه ميثاق عمل هام للمرحله القادمه، وتحدث حتى عن الازمه الروسيه الاوكرانيه والاول مره في اجماع، يعني لم تكن اللغه صعبه كما كانت اللغه في اجتماعات بالي السابقه في اندونيسيا. فاجتماع نيودلهي لقمه مجموعه ال20 جاء توافقيا، ودي يعني برضه نبهت الى ان السياسات المتبعه واللي ادت للحرب الروسيه الاوكرانيه كان ليها تبعات شديده على الاقتصاديات الناميه، ونبهت لازمه الطاقه وسلاسل القيمه الغذائيه المنهاره وازمه سلاسل القيمه الصناعيه. وبالتالي كان الحضور الافريقي سواء ممثلا في الاتحاد الافريقي او كلمه جامعه للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت عنصر اساس تم تدمينها في ال 83 نقطة اللي صدر بيهم منذ قليل الإعلان الختامي. الحقيقة أستاذة لبنى إحنا أمام تحديات كبرى، ولم يعد هناك يعني عنوان أفضل للتعامل مع هذه المرحلة دوليا من عنوان مجموعة ال20 الذي ذكر أنه أرض واحدة أو كوكب واحد وأسرة واحدة ومستقبل واحد. يعني لا يمكن أن نتعامل مع قضايا عابرة للحدود اليوم بدون رؤية موحدة، ويظن ده اللي عبر عنه اجتماع قمة ال20 اليوم، رؤية شاملة لمصالح الجميع، تكامل في البحث عن الحلول، إدراك مشترك للمخاطر. كل الشكر والتحية لحضرتك معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق.